بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضرتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن عملية الري في المشاتل. حد سألنا على القناة بيقول لي أنا مش عارف أروي إزاي المشاتل، ومعقول يعني اليوتيوب والدنيا دي بحالها مع الهدم ده مفيش واحد يعرفنا إزاي بنروي المشاتل؟ المشاتل أصلا يعني عملية الري عملية يعني تكاد تكون معقدة شوية، رغم ان هي سهلة جدا ماشي، ولكن هي معقدة شوية. معقدة ليه؟ لان المشاتل من اول الحاجات اللي هي ممكن يحصل لها عفن جذور مع كترة المية اللي بنستخدمها في عملية الري. تمام؟ طيب الأدوات المستخدمة، الخرطوم اللي حضرتك شايفه ده هو، والدش الصغير ده هو اللي هو بتاع الناس الغلابة اللي زي حالتني. هتقولي في دش بتاع غلابة؟ في دش بتدوس عليه كده ما بتشغلوش خالص، بص لاقي ينزل عليك مية كده يعني بالعدسة يعني. وده سيبك مني لأنه مش هتشوفه إلا في الجنة إن شاء الله، ربنا وعدنا وعدك يعني. أما خلينا في الدش بتاع الناس الغلابة ده هو العادي خالص. تمام؟ بتجيبه وبتحطه في خرطوم وبتبدأ عملية الري بتاعتك. عملية الري بقى دي ممكن، شايف زي ما أنا شايف كده أنا بروي إزاي؟ يعني حاجة من أبسط ما يكون هوت في العمر اللي أنا فيه ده هو. تمام؟ بتيجي على الصينية بتاعتك، لو مش عارف تقدر يعني تشيل الصينية كده، لقيتها خفيفة والله دي محتاجة مية، لقيتها نايمة شوية أو الزرع نايم شوية كده والله محتاج مية. لو عايز من الصبح كده، من الصبح تأمن نفسك عشان وقت الظهيرة اللي احنا في شهر 5 دلوقتي أو في 6 هو وقت الظهيرة عندك الحرارة بتكون عالية فيه، بتبدأ تشوف الصينية الصبح محتاجة مية، بتبدأ ترشها رش خفيف. ترش المية ما تغرقش مية. ليه؟ أنا عايزك ترش مية 3 مرات في اليوم، مفيش أي مشكلة خالص، أي مش مزعلك في حاجة دي، ترش 3 مرات مية في اليوم. أحسن ما ترش مرة وتغرق فيها وبتوصل لمرحلة هي بصراحة مش كويسة. يعني أنا مش عايزك توصل لمرحلة، شايف اللون ده، اللون اللي هو فيه الريم ده، الريم ده يا جماعة لما بيتكون هنا نتيجة كترة المية والتظليل اللي احنا بنعمله بيعمل لي مشكلة. ايه المشكلة اللي هي بيعملها؟ ان هو بيمنعني الجذور تتنفس وبيمنع الهواء ان هو يخترق الطبقة دي، بتمنع الهواء من الريم دي، بتمنع الهواء انه يدخل للجذور بتاعة النبات، وبالتالي بيحصل لي ايه؟ بيحصل ان الهواء ما بيدخلش تحت الجدر، بيتخنق او الرطوبة بتبقى عالية تحت، وبالتالي بيحصل لي عفن جذور فورا. مش عايز كلام كتير، ولو جه عفن الجذور يا جماعة في المشتل صدقوني ده صعب يتعالج، صعب جدا يتعالج. تمام؟ بنقول ان انا الري ممكن اروي 3 مرات مفيش اي مشكلة في اليوم لو حر، وبحيث ان انا ما يحصلش عندي عفن جذور. تمام؟ زي كده شايف اللون ده مش كويس، الريم ده مش كويس. تمام؟ ده عملية الري. طب في الشتاء، في الشتاء ممكن ما ترويش إلا كل يومين مرة، ممكن ما ترويش إلا كل يومين مرة، دي بتكون أنت يعني عينك في وسط راسك، وزي ما قلت لو مش شايفها أو مش حاسس بالنبات نفسه ممكن تشيل الصينية بتاعتك كده هو. تمام؟ والله الصينية دي خفيفة يعني المية أو الرطوبة اللي فيها مش كتير، ودي على فكرة شايف اللون بتاع ده أكتر يعني أنسب وقت إن أنا أروي فيه المشاتل بتاعتي. تمام؟ قلت تروي 2 3 مفيش أي مشكلة خالص، تروي 2 3 في اليوم، تنسم، إحنا بنسميه في لغة المشتل في مصر بننسم، يعني إيه؟ يعني مست صغير كده نازل على النبات بالخرطوم دوت بجري بيه، أرش 2 3 لو أنت مش متمكن في عملية الري أو في تقدير الرطوبة بتاعة المشتل، نسم نسمة بسيطة اياكش 2 3 في اليوم مفيش مشكلة، مرة الصبح ومرة الساعة 3 الظهر ومرة بعد العصر كده او الساعة 6 المغرب كده، بتدي تنسيمة بحيث النبات يبقى نايم كده. واياك وري المغرب، ري المغرب فيه مشكلة. مشكلة ايه في ري المغرب؟ يعني مش إيه؟ لا اروي المغرب بس فيه مشكلة، لو رويت مية كتير في المغرب هتبص تلاقي الشتلة تاني يوم تقريبا يعني بيزيد 25% في الطول، يعني في 4 ايام هتلاقي المشتل فار منك واصبح ال ال ال
البتاع السمك ده هوت مش كويس فيه، تمام؟ أصبح السمك بتاع المشتل مش كويس فيه، تمام؟ فديت مشكلة جامدة جدا يعني. ما تحولش. شايف الشتلة صغيرة عشان ماشية صح، صغيرة هيت وطلع بالبيتموس بتاعها كامل. ليه؟ متأسية كويس، لأن الري برضو لو كتير هيعمل لك مشكلة، المشكلة إيه؟ المجموع الجذري مش هيبقى كويس، تمام؟ دي رقم واحد. طبعا دي 15 يوم المجموع الجذري بتاعك مش هيبقى كويس، والشتلة بتاعتك هتكون رفيعة، والرفيعة دي لو نزلت يا جماعة في الصوب ما فيش أي مشكلة فيها. أمال مشكلتها فين؟ مشكلتها لو نزلت في الأرض المستديمة دي، ما الأوبن فيلد أو الحقول المكشوفة، الأراضي المكشوفة دي بيحصل فيها مشكلة جامدة جدا جدا جدا، تمام؟ دي كانت عملية الري بتاعتنا، تمام؟ الدش مازال في إيدي هو، وأهو بمشي على النبات أهو، بنسم تنسيمة بسيطة خالص أهيا، تمام؟ أهو في ناس طبعا بعتت لي صور تودي يعني تودي في داهية يعني. ماشي، المشتل اتدمر وهو لسه صغير خالص بسبب البيه عمال شغال مية، كل ما يلاقي مية شغال فيها، تمام؟ المية بتاعتك المشاتل لا تقبل يا جماعة، ولا الإنبات لا يقبل المية المالحة أبدا، لا يقبل المية المالحة أبدا، تمام؟ فدي تاخد بالك منها كويس، تمام؟ أنا ماسك الموبايل بإيد أهو وشغال برويلك بإيد، تمام؟